سلمى معلش متضايقة. تشتي يا الصدق أنت غلطان، المفروض أمي تدري وتعرف إن صخر حيتبرع وحيعمل العملية. الشيء اللي ما يشتيش داري إنه أمير من نفسه، ما يشتيش أحد يعرف إنه عمل العملية. أمي بالذات لازم تدري وأنت تعرف إن العملية خطيرة، لو حصل واحد منهم شيء ولا شيء. صلي على النبي يا بنتي. كده الباريسة ترمي عنده. والحمد لله على سلامتهم. الحمد لله إن الله ما سخى علينا وعوضنا وعوض ريحانة. تشتوى الصدق أنا ما كنت مصدقة إن صخرة عيوقف معنا هذه الوقفة، بس إيش تدرى ليش كان معصب وغارق طول الوقت؟ ونفسي أعرف إيش الذي عجبه في اسم صخر. لا تنسيش إنه كان في مكان ثاني وبيئة كانت قاسية جدا عليه، وبعدين هي مسألة وقت ويتعود علينا ونتعود عليه. حتى عندما عرف قصته والضغوطات اللي كانت عليه غير اسمه صخر، وبدأ يتضايق لو حد سماه أمير. الله يحرسه وينجيه من كل شر ويجمعنا على خير ويلم شملنا صح ما كنا زمان. آمين. أسرق سر ريحانة، لو ما يقوم صخر ما رأيش تجي معي. حاضر. إيش عادك تشتي مننا بكل وقاحة تجي لهانا؟ معي أمير ابني. يا لطيف يا لطيف، هو الوقاحة الذي فيش الصدق وقحة. الله يرحمك يا ناصر، كم حذرني منش ومن حقدش. سرقتي ابني، أمنتي يا جميلة ما بشمعش ابن. أمير ابني غصب عليكن كلكن، وأنا الذي ربيته لما خليته رجال. جيتن هكذا تشللنا جاهز مجهز، واستغليتن طيبته يتبرع بالكلاء. أنا جيت أنه أكيد ابني يشتمه الذي ربته وعلمته وتعبت عليه. خيزراء أنا عاد أدخل بسر ابني برضاش ولا غصب عنش. ولا كلمة، استحي على نفسش، ما كفاش اللي عملتيه؟ سارقة بوجهش؟ أنت مالك إلا الحبسة والإعدام. حرمتي أمي لابنها وأخوة من أخوهم، إيش من آدمية أنتي؟ إذا ما تخرجيش من هنا الآن عاد نتصل بالشرطة. يلا برا برا. سلمى سلمى عقلي، أخوش تعب الآن بعد عملية، خليها تدخل بس، إحنا الآن في مستشفى وما نشتيش مشاكل، وبعدين لنا كلام مع صخر. أميري حبيبي ابني ابني، ليش فعلت بنفسك هكذا؟ قل لي يا ابني ليش؟ والله لو بسرها مرة ثانية شاكلها أكل. يوه الله ينتقم منش يا جنقال، حرقتي دمي. الله يحرق دمش من سابع سمك. كان المفروض انك تسكتي من اجل صخر، لا الوقت ولا المكان مناسب للصياح والمحاسبه. هو ذا سكتنا وخرجنا وانا ما فعلت شيء. هذا كله ما فعلتي شيء يا سلمى. عموما الكلام لا يقدم ولا يأخر، والقرار في الاول والاخير بيد صخر، والحساب خلاص قد فات اوانه، خلوا العقاب على الله. خلي بالش الآن من ريحانة ومن أمي، وأنا يوم ما شنزل القرية وإن شاء الله أرجع بدري.